الحمد لله الذي لا يستفتح بأفضل من اسمه كلام، ولا يستنجح بأحسن من صنعه مرام. والصلاة والسلام على محمد النبي الله وصفوته وخيرته من بريته، خيرة الله من خلقه وحجته في أرضه، الهادي إلى حقه والداعي إلى رشده، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم يوم الدين ذكرا، وعلى آله الذين عظمهم توقيرا وطهرهم تطهيرا، أعلام الإسلام وأمان الإيمان، الطيبين الأخيار، الطاهرين الأبرار، الذي أذهب عنهم الأرجاس وطهرهم من الأدناس، حبل الهدى وشجرة التقوى وسفينة النجاة العظمى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، دام توفيقكم. السيد الدكتور مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، دام تأييدكم. السادة رؤساء الجامعات الأفاضل في العتبة العباسية المقدسة، دام توفيقكم. الحاضرون الكرام، المؤتمرون الأجلاء، فضلاء الحوزة العلمية الشريفة، الأكاديميون الجامعيون من داخل العراق وخارجه بالمقامات بالصفات العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم في حضرة ملهم الماء والولاء، يتجدد هذا الجمع المبارك في رحاب العلم والمعرفة المحملة بوقار النبوة، لنعلن وإياكم على بركة الله تعالى انطلاق فعاليات اليوم السادس من أسبوع الإمامة الدولي الثاني، حيث تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم التربية والتعليم العالي، تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، والخاص بإمامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. اليوم بالجود والإحسان يقترن، لم لا وأنت إمام سيد حسن. اليوم بالجود والإحسان يقترن، لم لا وأنت إمام سيد حسن. العسكري يخص اليوم محفلنا، في ذكره العطر كل الناس قد فتنوا. هو السماحة، في أنقى معالمها، هو المحاسن لا بل كله حسن، هم البدور وأنوار الإله، بهم تجلى الهموم ويجلى الكرب والحزن. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحاضرون الأفاضل، المؤتمرون الأجلاء، دأبت العتبة العباسية المقدسة انطلاقا من رؤيتها العظيمة وعلى مدار أسبوع كامل، فأطلقت الأشرعة وشحذت الهمم لتكشف عن تراث ومضامين فكرية قل نظيرها لآل بيت النبوة عليهم السلام، ولتعزز البحث وتسلط الضوء على مختلف أبعاد هذه الشخصيات العظيمة، لتستجلي الأنموذج الإنساني المتكامل في شخصياتهم
وإمامتهم المباركة بهدف تجسيدها والإفادة منها في مختلف جوانب الحياة، فضلاً عن رفض المكتبة العلمية العالمية بنتاج علمي يعنى بعترة نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. إن إعادة قضية الإمامة إلى مجالها وحجمها الحقيقي يعد من أهم مداخل الإصلاح في المجتمع، فالإمامة نور إلهي وحياة دنيا متكاملة ميمونة نسعى عبرها إلى الفوز بمسيرة إنسانية بوصفها بناء إلهيا رفيعا يستحق أوفى درجات الكرامة. انطلق أسبوع الإمامة الدولي الثاني برعاية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، لنستكمل وأنا أؤكد إعادة الشعار لنستكمل بحضوركم البهي اليوم السادس منه، والخاص بالإمامين الهمامين الإمام الهادي والإمام العسكري ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني. ونحن في عدل القرآن وأهله عن الإمام علي عليه السلام قال: ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. خير ما نبدأ به هذا الجمع المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها بيننا الأخ القارئ الموفق الأستاذ عمار الحلي، فليرتقي المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا وارحمنا واجعله في ميزان حسناتنا. شكرا للأخ القارئ عمار الحلي على هذه التلاوة الرائعة وهذه النفحات الإيمانية. ونحن عند صاحب الدار ضيوفا ومؤتمرون وموالين، لابد لنا من قول فيه عسى أن فيه حقه. شعشع شعشع بمئذنتي مولاي يا ذهب، وافخر بأنك للعباس تنتسب. شعشع بمئذنتي مولاي يا ذهب، وافخر بأنك للعباس تنتسب. هذا أبو الفضل قد فدى بمهجته للدين يوما تخاه الموقف الصليب. هو الكفيل بحفظ للعيال غدا، وهو المدافع إما داهمت خطب، وهو المواسي أخاه في مجاهدة عظيمة وأوار الحرب ملتهب، وحامل الراية الكبرى بيوم وغى، وحامل الراية الكبرى بيوم وغى، ساقي العطاشى إذا ما جفت القرب، حباه بالفضل رب العرش مرحمة، من فيض ساحله تستمطر السحب، من فيض ساحله تستمطر السحب. ونحن نستشرق الأمل من صاحب الأمل الموعود، وفي يوم أبيه الإمام العسكري عليه السلام لا يسعنا إلا أن نستذكر من ساروا على خطى الأئمة الأطهار، شهداء فتوى الدفاع المقدسة، شهداء العراق الأبرار، علمائنا الأخيار. نقف إجلالا لقراءة الفاتحة المباركة، يليها نشيد العتبة العباسية المقدسة والموسوم بلحن الإباء.
حسناتكم إن شاء الله تعالى. ونحن في رحاب هذا اليوم المبارك وفي رحاب تربية المجتمع انطلاقا من منهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام وآل العترة الطاهرة، فقد كان الإمام العسكري عليه السلام يوصي بوصاياه ويأمر بنشرها بين شيعته، ففي وصيته إلى أحد أعلام أصحابه إذ يقول: أوصيك بتقوى الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمة للجنة العلمية الموقرة لمؤتمر أسبوع الإمامة الدولي الثاني في يومه السادس، يتفضل بها السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة الدكتور حسن داخل الحسناوي، وهو يضعنا في أولى عتبات هذا المؤتمر المبارك. فليرتقي المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، دام تأييدكم السيد مدير مكتبي سماحة المتولي الشرعي للعتبة المقدسة، دام توفيقكم السادة رؤساء الجامعات، دام توفيقكم السادة رؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة ومعاونيهم، الحاضرون الأكارم جميعا بحفظ عنواناتكم ومقاماتكم وألقابكم بكامل التبجيل والتوقير والإجلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. وبعد، في لحظة يتعالى كنهها على الزمان ويتمنع بيانها على اللغة، أحب الكائن الأسمى جل وعلا أن يعرف، ومن ذلك الحب فاضت الكائنات، وهتك نور الوجود حجاب العدم وبدد حلكته، وشاء ذلك الحب أن يصطفي من جملة الكائنات كائنا يحمل أمانة هذا الفيض الإلهي، ويتعهد تجسيد حكمة السماء وصونها، فسمى هذا الكائن الذي اصطفاه إنسانا على عهد أن يجد في سائر الموجودات أنسه وتجد فيه أنسها، وسبيل ذلك أنه وهب الزمان يقد منه حياته، ووهب المكان يقد منه مقامه، ووهب نجدين عليه أن يختار بينهما، نجد يسير به صعودا، نجد يسير به هبوطا نحو أدنى ممكناته، ونجد يسير به صعودا وسموا في معراج داخلي منتهاه أن يعرف الإنسان نفسه فيعرف ربه عند أرقى مدارج الكمال. جبل الإنسان إذن على السعي إلى الكمال، إلا أنه كان بحاجة إلى أسوة من بني جنسه تريه سبيل هذا
مسعى رأي العين، وهنا يأتي دور النبوة. فالنبي بعموم المفهوم هو أكمل تجل للوجود البشري في زمانه. أما أكمل تجل للنبوة فقد تجسد في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، الذي هو أكمل إنسان في مطلق الزمان والمكان. ولأن للنبوة انقطاعا واختتاما، كان لابد أن تجد لها امتدادا لبقية العصر، وهنا يأتي دور الإمام. فالأئمة عليهم السلام هم الأوصياء والأمناء على الرسالة الإلهية، وشرط كمال الدين وتمام النعمة. إن وجود الإمام بهذا المعنى لهو حاجة في صميم وجودنا. فالإمام هو البشري الأسمى الذي ينمذج لنا إمكان أن يبلغ الإنسان الكمال في حدود بشريته. ولأن البشر أبناء أزمنتهم، ويتفرجون بفرادة الظروف التاريخية التي يحيون فيها، كان للإمامة تجليات تاريخية مختلفة يلائم كل تجل منها واقعه وظروف عصره ومقتضيات زمانه. مع وجود مشترك أعلى يجمع بين هذه التجليات، ألا وهو رسم سياسة للحياة الطيبة على وفق الإرادة الإلهية. غير أن البشرية اختارت أن تحيا على وفق إرادتها بكل ما يشوب هذه الإرادة من أنانية ونرجسية وطمع وإقصاء، فآلت هذه الإرادة بالأرض وأهلها في معظم الأرجاء إلى الحياة البائسة بدل الحياة الطيبة. ثمة الفقر والجوع، وثمة الحروب والإبادات، ثمة الانحلال الاجتماعي وعدمية القيم، وثمة شبح التقنية الذي يبسط ظله المقلق على العصر تلك هي وغيرها الأثمان التي دفعتها وما زالت تدفعها البشرية، إذ قررت أن تعيش بمعزل عن خطة السماء، وأشاحت بوجهها عن فهم العالم بوصفه آية ودليلا، إلى العالم بوصفه موردا ينبغي التنافس على استغلاله واستنزافه واستباحة شعوبه، وذلك على حساب القيم والأخلاق. ومن شأن تبني قضية الإمامة والتفكير في أبعادها الإلهية على نحو كوني أن يذكر بهذا الإمكان الآخر للحياة الذي وقعت الإنسانية في نسيانه أو تناسيه، أو ضلت السبيل القويم إليه فحرمت الماء الغدق إذ لم تستقم على الطريقة. إن المسؤولية اليوم هي أن نبرهن على إمكان، بل ضرورة، أن تكون الإمامة أفقا للتفكير في الأزمات الخلقية التي يواجهها عالم اليوم. ومن هذا الأفق علينا أن نسأل: ما السبل الوقائية والعلاجية التي يرشدنا إليها الأئمة عليهم السلام، إذ يؤرقنا تحلل النظم الخلقية والاجتماعية في الحياة المعاصرة؟ عندما تكون الإمامية صفة للتفكير نفسه، فهذا يعني أنها كيفية وجود نعتقد أن بوسعنا البرهنة في كل مرة على أنها كانت وما تزال الكيفية المثلى للإقامة على الأرض. لذا فالجواب عن السؤال المهم: كيف نفكر في الإمامة اليوم؟ وهو سؤال يمثل ظرفه النحوي مكمن الأهمية، يقترح على المعنيين به تفكيرا مركبا من منظورين: الأول المنظور الذي تكون فيه الإمامة موضوعا للتفكير
انطلاقا من الأفق الدولي الراهن والوضع التاريخي الفريد الذي نحيا فيه. وليس غرض هذا المنظور أن يختبر موضوعه، فنحن نؤمن بأن الإمامة شأن إلهي أسمى من أي اختبار أو ارتياب، بل أن يتبين مدى استعداد باحثينا ومفكرينا لتحيين الموضوع لإنتاج خطاب تكون له الحجة العليا على الخطابات التي تزدحم بها اليوم ساحة الفكر الدولي. أما المنظور الثاني فلا تكون الإمامة فيه موضوعاً بل أفقاً كلياً نفكر من داخله في عصرنا بكل إشكالاته وتحدياته. الإمامة هنا هي النور الذي نبصر به عالم اليوم بكل تعقيداته وأسئلته التي لم يفلح بعد في الإجابة عنها. وحده الجمع بين هذين المنظورين، أعني منظور التفكير في الإمامة والتفكير بالإمامة، يمكننا من أن نوسع ونعمق البحث ليخوض في الأشكال المحتملة التي يمكن أن تتخذها الإمامة في تجليها الأخير المرتقب، وكيفيات الحياة التي ننتظرها أو تنتظرنا فيه. إنه من هذا الوعي العميق بضرورة المعاودة الدورية للتفكير في الإمامة والبحث في شؤونها وقضاياها ولد هذا الحدث الفكري الجليل بمسمى أسبوع الإمامة، ليترجم رسالة العتبة العباسية المقدسة وعلى رأسها متوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه في بيان مركزية قضية الإمامة في حياة الفرد والمجتمع. يريد هذا الأسبوع المبارك أن يجعل من التفكير في الإمامة والكتابة في بعدها الإلهي ورشة فكرية مفتوحة على الحاضر والمستقبل، وأن يشترع أفقا موسوعيا يشتمل كل أبعادها الفردية والاجتماعية، الدينية والدنيوية، التاريخية والمطلقة. فاتخذ لنفسه شعارا يقرنها بأصلها الإلهي والطبيعي الذي تمثل امتدادا له. نعم، النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان. لقد شاء هذا الأسبوع أن يرسم مسارا للبحث في الإمامة انطلاقا من تجلياتها في الأئمة عليهم السلام. كيف تتجلى الإمامة في كل إمام بعينه على نحو مختلف، ولكنه الاختلاف في دائرة التكامل والائتلاف. كيف يندمج الروح المطلق للإمامة في نسيج عصر تاريخي معين ليؤدي الدور الإلهي المرسوم له في ذلك العصر؟ هذا التفكير في التعدد يلازمه تفكير في الوحدة، فثمة في قلب كل تجل خفاء وفي قلب كل حضور غياب. ومن شأن الجمع بين هذين المنظورين التاريخي والمطلق أن يوقفنا على غنى مفهوم الإمامة وثرائه. أيها السادة الكرام، يتشرف اليوم قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة بالإسهام في أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي يقام بعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، وذلك بعقد مؤتمرين من سلسلة مؤتمرات هذا الأسبوع المبارك. نشهد الآن لحظة انطلاق ثانيهما، المؤتمر المسائي المخصص للإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، الذي يرام منه إلقاء مزيد من الضوء على الموقع العملي لهذا الإمام العظيم على خارطة الإمامة الإلهية، والكيفيات التي واصل بها مسعى آبائه الطاهرين سلام الله عليهم في إعداد الجماعة الصالحة، وخصوصية الدور الذي أداه عليه السلام بقيامه بالتمهيد اللازم، التمهيد اللازم لنقل شيعة أهل البيت عليهم السلام من مرحلة الحضور
إلى مرحلة الغيبة التي يراد فيها حفظ الإمام المعصوم وحفظ شيعته وحفظ خطهم الرسالي من الضياع والاضمحلال، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لقيام دولة العدل العالمية. وفي مسار الإعداد لهذا المؤتمر قدم إلى القائمين عليه 16 بحثاً، قُبل منها 6 بحوث، ولأسباب تنظيمية سيلقى منها هنا 3 بحوث بغاية أن ينال الباحث فرصته في عرض مضمون بحثه منطلقه ونتائجه، وأن ينال الحاضرون الكرام فرصتهم في المداخلة والنقاش. منتهى هذه الكلمة شكر وافر لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه، الذي أتاح لنا ببصيرته وحكمته هذا الإسهام الذي نرجو أن يكون بعين الله تعالى شيئا من أجر الرسالة. والشكر موصول للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للرعاية والتمكين والتيسير. الأمل والعمل أيضا أن يصير هذا الأسبوع حدثا دوليا راسخا ومؤثرا يستجمع الأنظار ويستمطر الأفكار، ليكون عملا تمهيديا حقيقيا ينبه ويقنع عالم اليوم أنه سيؤول عاجلا أم آجلا إلى الإمامة ويلجأ إليها طلبا للخلاص. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كل الامتنان والشكر للسيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي على هذه الإفاضات الطيبة، وهو يأخذ بنا في سياحة معرفية في رحاب الولاية والإمام. أأبا محمد يا إمام محبة، أأبا محمد يا إمام محبة، صلت عليك قلوبنا استبصارا. أأبا محمد يا إمام محبة، صلت عليك قلوبنا استنصارا. يا ابن المدينة يا ابن طه المصطفى، بك تستضيء قلوبنا استبصارا. والعسكري لنا إمام تحول، والعسكري لنا إمام تحول، أهدى لنا المستنقذ المغوارا. أسجيه قافيتي وكل حروفها، صدق الولاء يبجل الأطهار، صدق الولاء يبجل الأطهار. المؤتمرون الأجلاء، الحضور الكريم، اليوم اكتمل السعي مؤتمرا علميا في إمامة إمامنا الحسن العسكري في أسبوع الإمامة الدولي الثاني، وفي رحاب العتبة المقدسة، فتمت عليكم النعمة والحجة في نيل المنزلة لتقدموا إسهاما فاعلا في بيان القول وفصل الخطاب حول منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، والتي سيجاب كل ما تقدموه وكل ما وضعته أقلامكم بالاحتضان والتبني للشروع بالتنفيذ، ما إن يكون الطرح متواصلا في خدمة الدين والأمة. الآن مع الجلسات البحثية يتفضل السيد رئيس الجلسات البحثية الدكتور سيف طارق العيساوي، يرافقه الدكتور يعمر رحيم حسين المشرف العلمي على معهد الكفيل في مجموعة العميد التعليمية،
فلنستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله النجباء وشرف وكرم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أصحاب السماحة والفضيلة، القيادات الموقرة في إدارة العتبة العباسية المقدسة، الأساتذة الفضلاء، الباحثون الكرام، الحضور الموفقون، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم كربلائي عباسي يطيب لنا أن نجتمع باحثون ومحاورون في جلسة وسمت بالإمام الحسن العسكري عليه السلام، والذي ورد في زيارته سلام الله عليه: السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم. وعيبة العلم في اللغة في دلالتها اللغوية تدل على مستودع العلم، فالذي يوصف بمستودع العلم لماذا سيغوص الباحثون في فكره وتراثه؟ فبين العلم والحلم أنجز الباحثون مجموعة من البحوث وفقوا لها. نبتدئ على بركة الله بالجلسة الثانية لمؤتمر أسبوع الإمامة المخصص للإمام الحسن العسكري. البحث الأول وسم بمرتكزات الشخصية القيادية للإمام الحسن العسكري للأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي عبود الخفاجي، وتعذر حضوره لظرف خاص به. البحث الثاني أسلوب المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوت، الأستاذ الدكتور عبد الإله عبد الوهاب العرداوي يتفضل مشكورا إلى المنصة. يتفضل الدكتور يعمر رحيم في تقديم نبذة مختصرة موجزة عن سيرة الباحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور عبد الإله عبد الوهاب العرداوي، أستاذ الأدب الإسلامي في جامعة الكوفة، كلية التربية الأساسية، قسم اللغة العربية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإسلامي عن رسالته الموسومة الشعر في كتاب واقعة صفين دراسة فنية من جامعة الكوفة كلية الآداب. شغل العديد من المناصب الإدارية في جامعتي بابل والكوفة، لديه العشرات من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، أشرف على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه، قوم العشرات من البحوث العلمية، شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السادة الأكارم، مع حفظ المقامات والألقاب، السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بعد ذي بدء لابد أن نقدم الشكر الجزيل لما تقدمه العتبات المقدسة، لا سيما العتبة العباسية المقدسة ممثلة
بالمتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دامت بركاته بما يقدمه من نشاطات وخدمات عمرانية كما لاحظنا في هذا الفيديو، يضاف له ما يقام من نشاطات علمية كبيرة وكثيرة تمثلت من خلال إقامة المراكز العلمية والبحثية والتحقيقية وهي متعددة وكثيرة. من نتاجات هذه النشاطات العلمية أسبوع الإمامة، والآن النسخة الثانية لهذا الأسبوع، ومن حسن حظهم أن تتوزع الإمامة بين هذه المراكز لكل منهم ينال هذا الشرف، وكان لقسم التربية والتعليم العالي شرفا أن ينال هذا الحظوة بالإمام علي الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري. وهنا لابد من تقديم الشكر الجزيل لهم ممثلا بالمشرف العام على هيئة التربية والتعليم أستاذنا الدكتور السيد المبجل عباس رشيد الددى الموسوي، كما لا يخفى الدور الكبير للدكتور حسن داخل الحسناوي ومعاونه مدير القسم ومعاونه حيدر العرجي والحضور الأكارم والأجلاء ممن كان له دور فاعل في هذا المؤتمر. عنوان البحث: أسلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام في القنوت. يعني سأعطي الخطوط العامة وإن شاء الله توفر الوقت، يعني قد نعطي أمثلة، عذرا يعني قد يحضر في الموبايل بعض الأمثلة وممكن أحلل لبعض النصوص إن شاء الله. أسلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوت. يقسم البحث أو قسم البحث على مقدمة ومبحثين. المبحث الأول كان يهدف إلى التعريف بالمصطلحات الواردة في هذا البحث. ارتكز البحث على مفردات رئيسة فيها هي أسلوبية المستوى الصوتي، الدعاء والقنوت. نعرّس سريعاً على هذه المصطلحات وإن كانت يعني لا تخفى على الجميع جزئيات هذه المصطلحات. الأسلوبية يعني من نقول مرحلة متطورة من البلاغة العربية، لها أصول وأسس منهجية واضحة تدرس من خلالها في الكتب والبحوث والدراسات، وحتى في الرسائل والأطاريح نجد كثير من المتونة التي تدرس وتأخذ عنوان دراسة أسلوبية. حتى قيل أن يصف أحدهم يقول أن الأسلوب هو الرجل نفسه، فأسلوب الرجل هو طريقته في التنظيم وفي الحياة وفي كل شيء. انعكس هذا الأسلوب في أصبح ميدان للدراسة. الأسلوبية بمحتواها العام لها أطر منهجية واضحة، أي دراسة قائمة تقوم على هذه الأسس، وهو المستوى الصوتي، المستوى التركيبي والمستوى الدلالي، ولكل مستوى له أطر منهجية وتقسيمات وآليات يدرس من خلالها المتون في أي مكان. في بحثنا اقتصرنا على مستوى واحد من هذه المستويات الذي هو المستوى الصوتي. قد يسأل أي سائل لما المستوى الصوتي تحديدا؟ هل بمعنى أن المستويات الأخرى يعني ليس لها دور في هذا المقام في هذا الدعاء؟ لا، قطعا لا، لكن أسلوبية المستوى الصوتي في الدعاء لها خصوصية. الدعاء دائما نعرف هي جسر العلاقة بين العبد وربه، هي القدرة المهيمنة لله سبحانه وتعالى والذلة للعبد. فهذا الجسر وهذا التواصل وهذا العلاقة بحاجة إلى ماذا؟ إلى الماديات الصوتية، إلى الأسلوبية الصوتية. إذن هي أقرب كعلاقة أو كوشائج ممكن أن تكون في الدراسة. لذلك كان الاختيار لا أقول اختيار اعتباطي وإنما هو اختيار قصدي بخصوصية العلاقة بين الصوت والدعاء.
إن كنت أتكلم عن الدعاء فالدعاء كمستوى آخر أو جزئية أخرى من أصل العنوان. الدعاء معلوم لكل شخص خصوصية الدعاء، وكتب كثيرة ألفت وفي كتب المزار المشهدي وغيره وغيره، إقبال الأعمال ابن طاووس كلها يعني كتب متخصصة وذكرت مصباح وغيرها في الأدعية وثبتت هذه الأمور. إذن الدعاء له خصوصية وهو مكتوب بهذا. القنوت يعني أهل الفقه وعلماءنا ومشايخنا وسادتنا الأجلاء يعرفون أنه هذه من المستحبات في الركعة الثانية، تكون بعد سورة الحمد وسورة أخرى، فله خصوصية في رفع اليد عاليا وضعها أمام إلى السماء أمام الوجه، والقيام بدعاء مخصوص ب ليس مخصوص بدعاء معين محدد، لكن هنالك يقرأ دعاء معين. هذا بمسألة القنوت بشكل عام. إذن أصبح عندنا كمستوى أول كمبحث أول هي مصطلحات وهي واردة وواضحة للجميع. لما هذا الدعاء؟ نعرف يعني أدعية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هي كثيرة كثيرة وردت، يعني حتى عند تصفحي لها أقول ممكن أن يدرس أنه يعني يؤلف كتاب حولها، يعني بعد جردي لهذه الأدعية ممكن انطلاقات في مستويات بالدراسة الأسلوبية أو غيرها من المناهج ده يمكن أن ينطلق بكتاب يعني يقع في قمة العطاء. لما اختيار هذا الدعاء؟ هذا الدعاء له مناسبة، يعني هو أصلا الدعاء دعاء القنوت هذا يسمى دعاء المظالم أو دعاء دفع الظالم، له خصوصية. يعني هو في مهجة دعوات ذكر لابن طاووس وربط بحادثة مهمة، يقول في عند مقدمة قبل أنه يذكر بتفاصيل الدعاء، يقول أنه عامل يعني عامل المتوكل العباسي في قم يقال له موسى من بغي بن كليب بتفصيلات اسم، كان شديد البطش على يعني أتباع أهل البيت في هذه الحقبة، وحتى كان الأمر هو كان يقال كان يحفز ويدعو المتوكل إلى يعني المجيء إلى الإمام الحسين والقبة، ويعني في هذا سلام الله عليه في هذه المسائل، فأحس الشيعة بثقل هذا الأمر وهذا الاضطهاد، فذهبوا إلى الإمام العسكري سلام الله عليه فقالوا يا إمامنا ماذا نفعل بهذا؟ قال عليكم بهذا الدعاء. فيقال أنه يذكر السيد بعد هذه المقدمة قبل أن يذكر الدعاء، يقول ما استتم هذا الدعاء من قبل الشيعة الحسن العسكري إلا رفع ورفعت هذه المظالم، وقد ذهب حيث ذهب هذا المدعو موسى ابن بغي. فإذا كخصوصية هذا الدعاء ليس في هذه الحادثة، بينما انطلق أصبح كأنه دعاء لكل مظلوم يراد به دفع الظلم عنه يدعو هذا الدعاء، إذن أصبح في منطلق أكبر. صاحب المصباح يقول أنه يضع يعني يجعله ضمن أدعية القنوت في صلاة الوتر، بينما السيد بن طاووس لا، يقول هو من ضمن يجعله من ضمن قنوتات المروية عن الأئمة سلام الله عليهم. هذا ما يخص الدعاء وفضل الدعاء وأهميته وسبب اختياره تحديدا. بالنسبة إلى المبحث الآخر على عجالة، يعني السيد رئيس الجلسة يطلب الأمر بأن أضغط المسألة. القسم الآخر أو المبحث الثاني تناول قضية تقنيات المستوى الصوتي. أهم تقنيات المستوى الصوتي هو يشتغل على التكرار والجناس والسجع، أهم التقنيات. يعني ممكن توسع بتقنيات أخرى، لكن في مقام البحث وحدود الصفحات اقتصرت على هذه المسألة، وهي تغني ممكن التوسع في أمور أخرى. نجد في التكرار الإمام سلام الله عليه يعني في التكرار يتناول جزئيات كثيرة من التكرار، تكرار الحرف
تكرار الكلمة بتقنيات الاسم أو الحرف أو الفعل، ثم تكرار الجملة بأنواعها، جملة الفعلية، جملة الاسمية وشبه الجملة، ثم تكرار عبارة بمعنى أكثر من جملة في وقت واحد، فضل عن تكرار تقنيات معهودة ما نسميه مثلا التكرار الاستهلالي، يعني يكرر كلمة في بداية كل سطر أو في بداية كل فقرة، ولا سيما لفظة اللهم يركز على هذه المسألة ونجدها بكثرة مكررة. أيضا المبحث الآخر كان عندنا كلام عن الجناس، يعني الجناس بعمومه يعرفون أنه جناس تام والجناس غير التام، الجناس أو الناقص ما يسمى. الجناس التام دائما فيه كدل الذهن، يحتاج فيه صنعة أكثر، قد يكون يعني الدعاء لم نجد فيه من الجناس التام أبدا، قد يكون أنه هذه الروحانية وهذه المباشرة لا تحتاج إلى أنه أستعمل الجناس وأكد الذهن لي أتعب المقابل، فكان ممكن أنه وجدنا الجناس الناقص بمستويات مختلفة، هو تساوي في الكلمات بين الكلمات الأخرى مع اختلاف بحرف أو يعني حرفين، وبتقديم أو بتغيير أو بحسب تقنياته، وكان له نماذج كثيرة أيضا موجودة. ومن أجناسه أيضا وجدنا الجناس الاشتقاقي، الجناس الاشتقاقي أنه يأخذ كل لفظ بمشتقاته، الصفة المشبهة، اسم الفاعل أو الفعل بأزمنته المختلفة ومراعاة وتعامله في النص. أخيرا كان السجع بأصنافه، السجع المتوازي والمطرف والمرصع، مع تداخل يعني أكثر من سجع في عبارة واحدة أيضا نجده. تصنيف هذه المصطلحات وتعريفاتها أعتقد موجودة، يعني قد لا يسعني الوقت ليعطي مساحة أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أحسن الباحث الكريم دكتور عبد الإله بما أجاد به. نفتح باب التحاور والتساؤلات. حضور الكرام، من كان لديه إضافة أو تساؤل حول البحث الموسوم أسلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوت عليه السلام؟ فضل جناب الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الدكتور على ما قدمه، ولدي تساؤلان في الدراسة الحوزوية. عادة ما يبدأ البحث ببيان محل النزاع. بيان محل النزاع كاصطلاح، يعني فيما ذكرت بيان المفاهيم الموجودة في العنوان. بيان محل النزاع من البداية حتى نتجنب الإشكال ويتضح يعني مراد المتكلم من البداية. فقضية الأسلوبية والمستوى الصوتي كمفاهيم في البداية لم تتضح، فهذا قطعا سيفتح باب للإشكال وربما لعدم الفهم. هذا واحد. الأمر الثاني، أنا المشكلة اللي عندي أنه هذه الاصطلاحات الأسلوبية والمستوى الصوتي هي في النهاية يعني علم بديع، هو علم البلاغة وعلم البديع. الدخول في هذه الاصطلاحات يعني وكأنه تغريب علم البلاغة من أجل يعني مجاراة علماء الألسن والدراسات الألسنية، وكأننا نحن نسير في ركابهم، مع أنه دراسة بلاغية يعني واضحة المعالم، عندما يتحدث بها يتحدث بها بلغة عربية واضحة. فأنا لا أدري لماذا يعني تقحم هذه الاصطلاحات ومن ثم تلجأ إلى أن تقول أن هذه القضية هي سجع وتكرار وجناس، مع أنها اصطلاحات بلاغية صرف. جزاكم الله ألف خير والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني شيخنا الجليل، تعرف الدراسات الحوزوية والأكاديمية كل في محله وله خصوصية في الدرس. يعني البلاغة القديمة، يعني لا نحن لا نهجر أو نجعلها تخترب هذه البلاغة القديمة،
هنالك قضية مهمة، يعني الغرب أخذوا ما عندنا وعادوا صياغته. المشكلة عندنا نحن بقينا على الإرث والتراث ولم نطوره أو نقيم نظريات جديدة. هذا المشكل، هذا المشكل شيخنا الجليل. يعني كثير الآن عندما تسمع الدراسة الأسلوبية هل تقول أنها نسخة طبق الأصل من البلاغة العربية؟ لا، لأن الأطر المنهجية الدقيقة الواضحة أكثر تجدها في الأسلوبية مثلا أكثر مما هي تجدها في الدراسة البلاغية. لا يمنع أنه تقول لي أن الدراسة البلاغية ليس هنالك منهج واضح، لا، البلاغة بحكمها بنسخها الأدبي لابن الأثير أو بنسخها المنطقي للتفتازاني والقزويني وغيرهم، كلها لها أصولها ولها تطبيقاتها ولها، لكن الأطر المنهجية قد أقول لك اتضحت أكثر بهذه الدراسات التي في غالبها هي غربية. يعني الآن الدراسات اللسانية المعاصرة لقول لك لها جذور في اللغة العربية، لأن الجذور عند علمانا في البلاغة وفي اللغة وغيرهم، لكن هل أصل كآليات منهجية فعلا عند العرب وهي عربية خالصة؟ لا، ليس هذا الأمر. والله شعبات شيخ، العفو جناب الدكتور، أنا أقول لكم حادثة. أحد الأكاديميين كان في محضر أحد المراجع وسئل عن يعني عنوان رسالته، فقال أنا رسالتي في سيمياء اللغة. فالمرجع في زمانه، أنا كنت يعني حاضر هذه القضية، قال ماذا تعني بسيمياء اللغة؟ فبدأ يشرح له سيمياء اللغة إلى أن وصل معه إلى جامع مشترك. قال أنت تعني التركيب، تركيب هذه الجملة. وبدأ في بحث طويل عريض. الآن الدراسات الأصولية يعني في الحوزة العلمية خصوصا في مباحث الوضع واللغة وصلت إلى مراحل كبيرة، لكن مشكلتها الأساسية أنها موضوعة في كتب أصول، يعني لم تعزل كبحوث، أو أنه شغل الأساسي مو شغل بلاغي لكنه ينتفع به في العلم، يعني في استنباط الحكم. فدعوى أنه البلاغة العربية وقفت عند حد وأنه لم تتطور وأن الغرب هم الذي طوروها، الموضوع لا، كأنه مختلف. يعني أزيدك شيء شيخنا الجليل، قضية السيميائية يعني هي أسسها التفسير الإشاري اللي عندنا في التفاسير، ترى هي هذه الإشارة والرمز وهذه الإشارة. السيد عبد العال السبزواري في تفسيره قدس الله النفس الزكية، يعني هو أولى وأحق من يعني من أعلى من قيمة التفسير الإشاري. إذن هذه بخصوصيات السيميائية أصولها موجودة، لكن المعالجة اختلفت. هذا الفرق شيخنا، أنا دقيق فيك، المعالجة في الآليات اختلفت، أما أنه عدم وجودها لا، موجودة. قلت السيميائية التفسير الإشاري موجود، هذا في النصبة وغيرها تجاحظ ما يشير إليها، هي أساسيات السيميائية. لو تتصدون حضرتكم الآن يعني ما ممكن تجارون يعني ما موجود في كتب الألسن. أحسنتم شيخنا، إذا سمحت لي يعني ليس في مقابلة أتكلم عن نفسي، أنا لست من يعني دراسة حوزوية منطقية عندي، لكني قرأت المنطق وقرأت في علم الكلام. لما؟ لأنني أفدت في دراسات اللسانية الحجاجية، وجدت أشياء كثيرة وعكستها، ويعني كتبت أكثر من بحث في هذا المقام، وهي أنه نجد في علم الكلام هذه ما نسميها الحجج ومدارج الحجج والسلم الحجاجي، وجدت أصولها في علم الكلام موجودة. يعني كثير ينسبون هذا الحق لديكرو اللساني هذا المشهور، لكن وجدتها عند علماء الكلام. أنا لا أقول، أنا عذرا أن أقول هذه الكلمة، عدت صياغة الأمر فقلت هذه الحجج ممكن أن تنقلب، لا هي حجج ديكرو، ممكن أن تكون حجج التي عندنا التي هي أساسها علم الكلام، فقلت ممكن أن تكون الحجة القرآن الكريم، الحديث النبوي، أقوال الأئمة، الأدلة العقلية، السنن، أدلة التاريخ، كل هذه المقامات، وطبقتها في بحوث، ويعني حتى درست المناظرات الأئمة ومناظرات العلماء الشيعة وفق هذا المنظور الجديد الذي حاولت صياغته بقدر الإمكان، ونشرت في بحوث كثيرة في يعني مجلات العتبات سواء العباسية أو الحسينية. سن. شكرا لمداخلة الشيخ، إذا كان هناك مداخلة أخرى تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ الدكتور عبد الإله العرداوي جهده العلمي طيب، ولكنه شوقنا إلى أن نستمع إلى نماذج من دعاء الإمام عليه السلام. ومثل ما تعرفوا الإمام يقول: ولو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. فهو يعني اكتفى بالتنظير، وتحتاج الأذهان والقلوب إلى أن تسمع شيئا من قنوت الإمام الذي يظهر فيه هذه مثل ما عبر جناب الدكتور التقنيات الصوتية متفضلة. دكتور لواء، تعرف يعني عجالة الإلقاء البحوث قد تثقل الأمر أو تجعلك تبحث حق أشياء أخرى. النصوص موجودة، لكن تعرف رئيس اللجنة أصر أنه الوقت الآن في كل لحظة هو يلتفت لي ويقول الوقت الوقت. نموذج أو نموذجين لا بس. يعني الآن ما يحضرني، لكن كنص فعلي يعني عذرا، يعني أنا أتكلم القضية الارتجال الآن. أحد النصوص يعني في مثلا في مستوى الصوت في تكرار الحرف، نجد في أحد المقاطع الصوتية يعني الإمام في دعائه يرتكز بشكل مباشر على حرف الدال. نعرف في دراسات الصوتية أن حرف الدال هو صوت مجهور وفيه شدة. تعرف كثير من الباحثين لا يقول هذه الدلالات وهذه المخرج وهذه الصفة ممكن أن تسحبها بطريقة أنه ليما يعني التركيز على هذا الصوت مثلا في مقطعة أو في جزئية تصل إلى 20، في كل كلمة تجد حرف الدال موجود، ليس في نهاية الكلمة على ممكن أن تكون كجزء من السجع مثلا، لا في عموم المقطع. فإذا هذا دلالة ماذا؟ ممكن نربطها أن الدعاء هنا كان في هذا المقطع في مقام بيان قدرة الخالق. فإذا بيان قدرة الخالق هنا بحاجة إلى ماذا؟ إذا بحاجة إلى أصوات لها خصوصية القوة، خصوصية الشدة، خصوصية الجهر. هذه مثلا موجود هذا وكثير منها. مثلا في لفظة تكرار الاستهلالي يكرر لفظة اللهم دائما. هذه اللهم هي نقول هي رابط لما يأتي بعدها. فإذا التكرار هنا ليس تكرار صوت مثلا فقط، وإنما تكرار لبدء دلالة جديدة، لبدء يعني إشارات جديدة، لبدء تقييمات جديدة، لبدء كل شيء. أحسنتم دكتور عبد الإله، شكرا لما تفضلت به. البحث الآخر: إطلال على جانب من فقه الإمام العسكري عليه السلام من خلال رواياته في العقود. الباحث الدكتور عادل محمد زيادة من مصر، فليتفضل مشكورا. دكتور عادل موجود؟ سيرة مختصرة للباحث يتفضل بها الدكتور يعمر. الأستاذ الدكتور عادل محمد زيادة البهي من جمهورية مصر العربية، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، دكتوراه في العمارة الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة، المشرف العام على المراكز العلمية بالمجلس الأعلى للآثار. شارك في التسجيل المعماري والفني لمعظم الآثار الإسلامية والقبطية بمصر. شارك في تأليف وإعداد 28 كتاباً عن الآثار الإسلامية حتى تاريخه. شارك بالعديد من الأبحاث العلمية والعديد من المؤتمرات والندوات الدولية. نشر له ما يقارب من 50 بحثاً علمياً في مجال التراث والآثار الإسلامية والآثار والحضارة الإسلامية في العديد من المجلات والدوريات العلمية العالمية المحكمة. عضو الهيئة الاستشارية لمجلة تراث كربلاء، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لحمامات الشرق بدمشق، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدولي لدولة السلاجقة بتركيا، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية بأنقرة تركيا. تفضل دكتور. السادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أمامنا بحث أو دراسة بعنوان إطلالة على جانب من فقه الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلال رواياته في العقود. ويعتبر الإمام الحسن العسكري من الشخصيات الفكرية المتميزة على جميع الأصعدة، وقد ظهرت بصماته واضحة من خلال التراث العلمي الثري الذي خلفه لنا، بالإضافة إلى رواياته في العلوم والفقه. وقد ضمن هذه المؤلفات والروايات في إطار علمي أكاديمي تميز بالدقة والرصانة، ولا شك أن مثل هذه المؤلفات والروايات قد احتاجت إلى العقلية القادرة على الإحاطة الواسعة بمثل هذه العلوم، فكان الإمام عليه السلام هو تلك العقلية التي استطاعت أو التي كانت مؤهلة علميا وفكريا وفقهيا لتبوء هذه المكانة. تتناول الدراسة عرض وتحليل للروايات الفقهية في العقود، وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين. يختص المبحث الأول بالسيرة العلمية للإمام من خلال ملامح ومتطلبات عهده عليه السلام، والتي نستشف من خلالها الأدلة الدامغة على علمه وحكمته وفقهه. بينما يتناول المبحث الثاني عرضا للروايات الفقهية وإيضاح غريبها والبحث في سندها ودراسة دلالاتها ودراسة دلالاتها ودلالات متونها. وينتظم تحت هذا العنوان، أي روايات العقود، كتاب التجارة والوديعة والوقف والوصية والنكاح، ويختتم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج. إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام رغم حياته التي لا تتجاوز 28، إلا أنه كان أنبه أهل عصره وأفقه فقهاء زمانه، مما دعا أو جعل الخليفة العباسي المتوكل يستدعيه أو يستعين به في كل قضايا الشرعية والفقهية، وهذا يحسب له. وهذا ما أتمنى دائما أن ينظر إليه شباب هذه الأمة ويأخذون عنه ما كان عليه من قوة شخصية ومن علم وحكمة في مثل هذا العمر. علينا جميعا
والكل يعلم من هو الإمام الحسن العسكري وما قدمه للأمة الإسلامية من علوم فقهية واجتماعية وثقافية. كلنا يعلم ما قدمه، ولكن دائما ما أطلب من الشباب، خاصة الشباب، أن يتعمق في داخل الشخصية نفسها، وله أن يفكر ويتدبر كيف توصل هذا الشخص وهذا الإمام طبعا في مثل عمره السابق 28، يعني قبل سن 28 سنة، كيف كان يعيش وما هي ظروف حياته الصعبة التي عاشها. كلنا يعلم ما تعرض له الأئمة جميعا لمضايقات وسجون وتحديد إقامة من جانب السلطة العباسية أو الأموية على حد سواء. أئمة عاشوا في مثل هذه الظروف، وأقصد بالذات الإمام العسكري، هذه الظروف الصعبة حددت إقامته داخل منزله أو بيته في سمراء، منذ انتقل إليها مع والده من المدينة المنورة. يعتبر كان محدد الإقامة، يعني حركاته محددة، وفوق ذلك كانت تستدعيه السلطة منذ، وكان هذا التقليد منذ أيام الإمام الرضا عليه السلام، عندما اتخذت السلطة العباسية قرارا بالسيطرة على الأئمة باستدعائهم يومين من كل أسبوع لحضورهم في البلاط العباسي حتى يكونوا تحت أعين السلطة. ومع ذلك استطاع إمامنا أن يقدم مؤلفاته ورواياته الفقهية وغيرها ومساعداته إلى أتباعه وشيعته من خلال الوكلاء، وطبعا زي ما احنا عارفين هذا الكلام. حرص الإمام العسكري في حياته على تأصيل مرجعية الفقهاء العدول ووجوب الرجوع إليهم في مسائل الشريعة، في معرفة مسائل الشريعة، فكان حرصه على الرجوع دائما إلى الفقهاء العدول في ذلك الأمر. ووجه أتباعه بالتالي إلى مراجعة الفقهاء، هؤلاء الفقهاء العدول، وتقليدهم وأخذ معالم الدين وأحكامه عنهم، حيث ورد عنه الحديث المشهور: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا هو حديث يحث الشباب ويحث الأمة بأسرها على أخذ أحكام الدين من الفقهاء، وليسوا أي فقهاء الذين حددهم، حدد صفات الفقهاء الذين يجب على المسلمين أخذ أحكام دينهم عنهم، فوصفهم بهذه الصفات التي استمعنا إليها من خلال حديث الإمام. وقد وردت عن الإمام العسكري نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه، وهي تناهز 75 نصا
كما أحصاها مسند الإمام الحسن. استطاع الإمام عليه السلام من خلالها تغطية مسائل فقهية كثيرة ومتنوعة لم تفد أتباعه وشيعته فحسب، بل أفادت الأمة الإسلامية بأسرها. وقد توزعت روايات الإمام التي وردت عنه على جميع أبواب الفقه الإسلامي، ليست العقود فقط ولكن على جميع أبواب الفقه الإسلامي، ومن بينها رواياته في العقود التي عرضتها الدراسة، ويبلغ عددها أو عدد الروايات التي وردت في الدراسة التي قمت بها 25 رواية موزعة على عقود التجارة والوديعة والوقف والوصية والنكاح. وقد أشرت بإسهاب دون إسهاب إلى ملامح ومتطلبات عهد الإمام، وهذه المتطلبات والملامح هي الدليل القوي الدامغ على فقه إمام من الأئمة الذين أخذوا بعقلي وقلبي بسبب ما تعمقت معه وداخل شخصيته. من أين جاء بكل هذه العلوم في هذه السن؟ طبعا كلنا نعرف أن الأئمة نالوا علومهم بأسلوب لا يدانيهم فيه أحد، ولكن دائما كما سبق القول أؤكد، أيها الشباب خذوا القدوة من شاب مثلكم في مثل عمركم، خذوا منه القدوة. لا بد أن تبحثوا، لا بد أن تعلموا وتتعلموا الحكمة كيف تتعاملون مع الآخرين حتى مع أعدائكم. فكانت له حكمة في التعامل مع السلطة الحاكمة أي السلطة العباسية، تعامل بحذر ودقة مع السلطة، مع أنها كانت تقوم بمداهمة منزله وسجنه، وقد حدث ذلك عدة مرات. ومع ذلك كان يفرض شخصيته على كل من حوله في بلاط السلطة، وخاصة وكلهم كانوا يعتبروا أعداء له، ومع ذلك يشهد له ألد الأعداء بشخصه دون أن يعلم. وأقصد بذلك الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان الذي سأله ولده في يوم ما عن الخليفة عن الإمام، فكان رده الذي لم يعلم أنه سيصلنا في يوم ما، وقال له: يا بني، لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم إلا غيره، ويقصد الإمام العسكري. بيقول له لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس محدش يستحقها غير هذا الإمام. سامعين الشهادة شكلها إيه من عدو؟ طيب ليه يا أبتي؟ لماذا هو بالذات؟ فقال: لفضله وعفافه. شهادة غريبة من عدو يعرف قيمة الشخص الذي أمامه فيقول لفضله وعفافه وزهده وعبادته، تقوى وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. شكرا للدكتور عادل محمد زيادة من مصر على هذا المستخلص للبحث. نفتح باب التحاور والنقاش، من يحب المداخلة؟ تفضل جناب الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أرحب بجناب الدكتور ضيفا عزيزا، وأسأل الله دوام التوفيق له. سؤالي سؤال مستفهم إن شاء الله. تفضل. هذه العبارة التي وردت أنه مما جعل المتوكل العباسي لا يستغني عنه في كل القضايا الفقهية، المعروف أن المتوكل العباسي ناصبي شديد العداء لأهل البيت عليهم السلام. أنا مستمع كويس الصوت، يعني في صدى صوت، أنا مش سامع كويس. عفوا. أنتم ذكرتم أن المتوكل العباسي لا يستغني عن الإمام العسكري في كل القضايا الفقهية. نعم. مع أن المشهور أن المتوكل ناصبي متشدد، مشهور عند أهل الخلاف بأنه ممن أحيا السنة. نعم. فكيف يتصور هذا الأمر يعني؟ هذا هو الغريب في الموضوع سيدي. هذا هو الغريب في الموضوع، وهذا هو الجلال في شخصية الإمام العسكري. اضطر أعداءه أن يحترموه، وكانوا يعترفون بفضل علمه، ولذلك كان يلجأ إليه في مسائل الفقه والشريعة. كأنه حنبلي طبعا. اللي أنا بقوله ده منقول، أنا ما كنتش معاهم. ها؟ غريب يعني، هذا الطرح غريب، انه طبعاً أن المتوكل الناصبي الشديد العداء لاهل البيت عليهم السلام ينكل بالامام العسكري تنكيل معروف شديد. طبعا عداوه يعني هذه الدعوه لا يستغني عنه في كل القضايا الفقهيه. اصلا كل القضايا الفقهيه هي عباره يعني فيها شيء من الاشكال. الامر الاخر، ان انتم ذكرتم ان الامام عليه السلام كان يعني يمهد او يعني يثقف، كما بعض يعني الباحثين ذكر هذه العباره، مرجعية الفقهاء العدول. نعم. في حقيقة الأمر يعني قضية هذا المصطلح، مصطلح المرجع، ما كان معروف في ذلك الزمان. في ذلك الزمان هناك رواة أحاديث. نعم. رواة أحاديث ينقلون عن أهل البيت عليهم السلام، وعندما يستفتون يطبقون، يعني كما نحن الآن في قسم الشؤون الدينية نطبق فتوى سماحة السيد على القواقع الجزئية، لا يقال أننا مجتهدون، فليس بمجتهد. المصطلح اللي بنقول عليه الفقهاء العدول طبعا هو مصطلح حديث زي ما حضرتك تفضلت، لكن أنا استشفيته من وصفه. نعم. وتوجيه شيعته لأي نوع من الفقهاء يلجؤون. فقيه وليس بمرجع. هذا المصطلح، مصطلح المرجع، يعني مصطلح واسع له امتيازات كبيرة. أكيد. فقيه وفقيه أصلا يعني يقال عنه مطبق وليس بمستنبط. يعني نحن عندنا في الأصول اصطلاحان، اصطلاح أن شخص ما يطبق فتوى فقيه معين أو رواية إمام على حادثة جزئية، ومرة فقيه يستنبط حكم شرعي. استنباط الحكم الشرعي هذا في شغل المجتهد. نعم. والتطبيق هذا شغل العوام، أنه يستلمون الرسائل العملية على أنها فيها كبريات، ومن ثم يطبقون على وقائعهم الجزئية. فعبارة أن الإمام كان يثقف لمرجعية الفقهاء كأنه أمر يعني فيه ما فيه. نعم، يثقف للوكلاء، وكلاء له في زمانه، هذا يمهد به للغيبة الصغرى. ومو بالضرورة أن الوكيل هو فقيه في زمانه ومشهور في الفقهاء، باعتبار أن كان هناك من هو أفقه منه. الشيخ الكليني كان معاصرا للحسين بن روح وهو أفقه زمانه كان. فهذه القضية، قضية أن الإمام يثقف لمرجعية، أنا أتوقف فيه. والقضية الأخرى أنه كان المتوكل يلجأ إليه، أنا أيضا متوقف، فيريت أنه يعني توضحون الفكرة أكثر حتى نفهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يعني قضية أن المتوكل يلجأ إليه أو يستعين به في كل القضايا، ليست كل القضايا بالمعنى المفهوم يعني لدينا الآن إن كل القضايا كل قضية يجيبوا ويسألوا فيها، طبعا لا. المقصود بأنه كان يعني اللي عايز أعبر عنه إن المتوكل رغم ما كان فيه ورغم ما نسمع عنه وما قرأنا عنه وعلاقته بالشيعة وبالأئمة، كان يلجأ إليه في حتى ولو قضيتين اثنين فقط. فلكن لست أبالغ في أن أقول كل القضايا، ولكن لا بد أن نفهم ليست بكل القضايا بالمعنى الدقيق، ولكنه تعبير عن لجوء أكبر أعداء الأئمة إليه في قضايا شرعية.
هذا ما أقصده. يعني اسمح لي بالثلاثين ثانية بس، ثلاثين ثانية. من الأمور التي يعني عزت علي جدا وأعجبتني جدا في وصايا الإمام لشيعته وأتباعه بل للأمة الإسلامية كلها، وصية هي الأفضل من وجهة نظري لما قرأت في وصايا الإمام، قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. أول شيء وصى به: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد وصدق الحديث. وصايا وكلمات قوية جدا، يعني تأخذ بالقلوب فعلا. يعني والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاسق. أداء الأمانة. ويقول أيضا: وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله، وصاهم وقال: صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله. شهادة لأهل البيت وللأئمة، شهادة منه: فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. أدب في الكلام وأدب جم في الدفاع عن نفسه أو عن الأئمة عموما. فما لنا حق في كتاب الله، لنا حق كأئمة وآل بيت، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. احفظوا ما وصيتكم به. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتور عادل على ما تفضل به. ننتقل إلى البحث الآخر: سياسة الإمام الحسن العسكري للقيادة وتربية الشيعة، للشيخ محسن مظاهر شعبان. ولسوء حالته الصحية يتفضل بإلقاء البحث الدكتور ماجد ناصر النائلي. تفضل مشكورا. سيرة الشيخ محسن مظاهر، يتفضل بإلقائها الدكتور يعمر. الشيخ محسن مظاهر شعبان حاصل على شهادة البكالوريوس في الفقه من جامعة المذاهب في إيران، وحصل على شهادة الماجستير في الفقه، أستاذ وطالب في الحوزة العلمية في النجف الأشرف مرحلة البحث الخارج، وطالب في المعهد العالي للتراث، يعمل في قسم الشؤون الدينية شعبة الاستفتاءات الشرعية في العتبة العباسية المقدسة. تفضل جناب. الحاضرون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لظرف صحي طارئ سأنوب عن أخي الشيخ محسن مظاهر شعبان لإلقاء بحثه
الموسوم بسياسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام للقيادة وتربية الشيعة. لا ريب أن عطاءات الإمام العسكري والأدوار التي قام بها على مستوى الرسالة تمتاز بالخصوصية والاستثناء نظرا للمقطع الزمان الخطير الذي عاشه عليه السلام، وتتمثل خطورة هذا المقطع الزماني في الآتي: أولا، شدة رقابة السلطة وإمعانها في عزل الإمام عن المجتمع، ولجوء القوة الحاكمة إلى شتى وسائل القمع للشيعة عامة والإمام خاصة، وذلك لكونه والد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي عرفوا بما أوثر عندهم من الأحاديث والآثار بأنه سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ثانيا، ضعف الخلفاء، أنجازت هذه التسمية، ضعف العباسيين والانحراف والفساد الأخلاقي في عصرهم. ثالثا، تولد الفرق الضالة، وقد أجهد الإمام نفسه غاية الجهد ونجح سياسته في مواجهة هذه التحديات من خلال وكلائه وخواص شيعته لمساعدة الشيعة وتعليم الأحكام لهم، وأعلن ولادة ابنه سلام الله عليه وإمامته وأوصى شيعته بالتوصيات الأخلاقية لهدايتهم وتبعية الإمام الحجة سلام الله عليه بعده، والصبر وانتظار الفرج. إن البحث في سيرة أهل البيت عليهم السلام يسهم في تأصيل الوعي الرسالي في ضمير الأمة، وتصحيح مسار الرسالة من حالات الانحراف الفكري، لأنهم قادة الرسالة والقدوة الحسنة المتميزة بخصائص العظمة والاستقامة، وهم الامتداد الواقعي لنهج النبوة وسيرتها المعطاء، وهم الحماة الأمناء لمفاهيم الرسالة وعقائدها من حالة التردي والتحريف والضلال. وضرورة الإمامة تبدو جلية لمسك أمور الأمة في مجالي التشريع والقيادة، ولذا نراها تتجلى في 12 فردا حددت أسماءهم السنة المطهرة، ونص كل واحد منهم على الذي يليه، فتكونت المنظومة القيادية للشيعة متكاملة، حتى إذا بلغ الدور إلى 11 منهم وهو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كان عليه أن يواجه أمراً هو من أصعب ما مني به آباؤه، على الرغم من تميز كل واحد منهم بأمر صعب يختلف عما قبله، وعلى الرغم من إقصاء وتغييب لرموز القدوة الحسنة في زمانه عليه السلام عن التواصل مع حياة الأمة السياسية والاجتماعية وملاحقته وعزله عن قواعده، فقد تمسكت به غالبية الأمة ومنحته مظاهر الود والثقة لما لمسته من سيرته الغنية بالعطاء ودوره المشرف في جميع المستويات. ويبدو أن أهم ما يستوقف الباحث في حياة الإمام العسكري عليه السلام هو كونه آخر إمام اختتمت به الإمامة الظاهرة، ليبدأ بعده عصر الغيبة الذي بدأت تباشيره وأوشك زمانه. لذا وقع على الإمام العسكري عليه السلام العبء الأكبر في ترسيخ مبدأ الغيبة وتأصيله في نفوس شيعته للحفاظ على خطهم الرسالي من الضياع والانهيار. وقد استطاع الإمام العسكري أن ينجز هذه المهمة الخطيرة بكل جدارة وقوة، وأن يحافظ على ولده المهدي عليه السلام من ملاحقة السلطة وأدوات قمعها في وقت عصيب
عزل فيه الإمام عن أصحابه وشددت الرقابة عليه، وفي هذا الاتجاه استطاع أن يهيئ أذهان شيعته لتقبل عصر الغيبة باتباع عين الأسلوب، الأسلوب عينه الذي سيتخذه ولده المهدي عليه السلام، وهو الاحتجاب عن الناس واتخاذ الوكلاء الذين يختارهم من خاصته، والاتصال بأصحابه عن طريق المكاتبات والتواقيع التي صارت سمة بارزة في حياة الإمامين العسكريين عليهم السلام. لقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وأربعة مباحث ونتائج. جاء المبحث الأول عن حياة الإمام العسكري عليه السلام، ثم تبعها المبحث الثاني يتحدث عن الظروف السياسية والاجتماعية المؤثرة في حياته، ومن ثم سياسة الإمام عليه السلام لمواجهة هذه الأوضاع بتأسيس مجموعة من ثقات أصحابه وتعيينهم كوكلاء والمعتمدين في المناطق الشيعية، والاهتمام بالوضع المادي والاقتصادي وجمع الأموال وتوزيعها على فقراء الشيعة ومستحقيهم وتعليمهم الأحكام الشرعية. ثم جاء المبحث الرابع للتوجه بالجانب التربوي للشيعة بإرسال الرسائل والوصايا والتوقيعات التي تخاطب شيعته مباشرة. لقد فرض العباسيون على الإمام الإقامة الجبرية، وكان بنو العباس يراقبوه بجهاز خاص، ومع ذلك قام بأعمال جعلت بعض شخصيات السلطة يؤمنون به. وقد عاصر الإمام الحسن العسكري جمع من العباسيين كالواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز في إمامة والده، وعاصر في إمامته ثلاثة من العباسيين هم المعتز والمهتدي والمعتمد. وامتاز العصر العباسي الثاني الذي بدأ بحكم المتوكل بالنفوذ الواسع الذي تمتع به الأتراك الذين غلبوا العباسيين وسلبوهم زمام إدارة الدولة وأساءوا التعامل مع الأهالي منذ أيام المعتصم، كما اتسم بضعف القدرة المركزية للدولة الإسلامية وفقدانها بالتدرج لهيبتها التي كانت قد ورثتها من العصر الأول لأسباب كثيرة، منها انشغال الحكام بملاذهم وشهواتهم وسيطرة الأتراك على مقاليد السياسة العامة بعد انهماك الحكام بالملاهي. وكانت سيطرة الأتراك قد بلغت حدا لا مثيل له، إذ كان تنصيب الخلفاء وعزلهم يتم حسب إرادة هؤلاء الأتراك، وأنتج تعدد الإرادات السياسية وضعف الخلفاء ظاهرة خطيرة للغاية، وهي قصر أعمار حكوماتهم وسرعة تبدل الخلفاء وعدم استقرار مركز الخلافة الذي يمثل السلطة المركزية للدولة الإسلامية. كذلك جاء الوضع الاجتماعي كسابقه الوضع السياسي وانعكاسا له من حيث الضعف والوهن. والإمام الحسن العسكري عليه السلام كأبيه أعد بجهده الوافر جيلا من الثقات، فكانوا رواة وطلابا وفقهاء ومؤلفين ووكلاء منتشرين في البلاد، واختارهم من بين أصحابه وأوكل إليهم جملة من المهام كقبض الحقوق الشرعية وتلقي الأسئلة والاستفتاءات وتوزيع الأموال على مستحقيها بأمر الإمام، ويحرصون على تبليغ رسالته وإيصال كتبه ورسائله في مختلف أطراف البلاد الشاسعة في ظل الظروف الصعبة والتوترات الموجودة والرقابة الشديدة على الإمام من قبل السلطة. وقد كان الإمام متابع دقيق لكثير من الوكلاء، حتى أنه كشف انحراف بعض الوكلاء وحذفهم وإخبار الأتباع بانحرافهم، دليل على المراقبة المستمرة لهم ومدى متابعة الإمام لأوضاعهم ونشاطاتهم.
كما لعن الإمام العسكري عليه السلام أحد وكلاءه وتبرأ منه وأمر شيعته بلعنه بعد أن كان من جملة وكلائه والمعتمد عليه عند الشيعة في بغداد. وقد ورد من تراث الإمام الحسن العسكري عليه السلام كتاب عمل، ولعله يشبه الرسائل العملية في أحكام العبادات والمعاملات، وكذلك كتاب المنقبة، وهناك يعني أهم ما ورد من تراثه التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. وحقيقة هذا يعني التفسير صار فيه يعني خلاف، صار فيه خلاف بين فريقين. الفريق الأول ذهب بعض العلماء إلى القول بصدور هذا التفسير عن الإمام عليه السلام، وهو كسائر الكتب الروائية المعتبرة لتفسير آيات القرآن الكريم ومن الكنوز الصادرة عن أمة أهل البيت عليهم السلام. ومن هذا الفريق الشيخ الصدوق والطبرسي والحر العاملي والفيض الكاشاني، في حين ذهب الفريق الثاني إلى عدم اعتبار هذا الكتاب، وأنه لا يليق أن يصدر عن الإمام عليه السلام، ولا يشك أنه موضوع عليه. ومن هؤلاء العلامة الحلي والشيخ البلاغي وأستاذ الفقهاء السيد الخوئي. وقد ورد عنه أيضا الكثير من الرسائل والوصايا والمواعظ والحكم والأحاديث. نعم، والنتائج التي توصل إليها البحث: الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر من أمة أهل البيت عليهم السلام، نشأ في بيت والده الإمام علي الهادي متأثرا بسيرة أبيه، وكان أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأتقاهم وأشدهم تمسكا بالدين، اشتهر بألقاب شريفة تمثل صفاته الحميدة، وتميزت حياة الإمام بالعطاء الوفير على الرغم من محاصرة السلطة العباسية له داخل مدينة سامراء. إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد قام بأعمال سياسية كبيرة للوصول إلى الأهداف العظيمة التي لأجلها شرع الدين الإسلامي في الظروف الحرجة والخطيرة التي عاشها، منها تأسيس شبكة الوكلاء من ثقات شيعته، كما كان نظام الوكلاء معهودا ومعروفا حتى في زمن آبائه عليهم السلام، لكن قد تطور هذا النظام بتوسعة البلاد وتضييق الدائرة على الأئمة وسجنهم واحتجازهم في الإقامة الجبرية حتى بلغ درجة متقدمة من التكامل في زمن الإمام العسكري ليمهد الشيعة للغيبة الصغرى. ومنها إخبار شيعته بالقائم من بعده وتعيينه إماما لهم من خلال بعض التوقيعات واللقاءات مع خواص شيعته، ومنها الرسائل والتوقيعات التي أرسلها إلى وكلائه، ومن خلالها خاطب شيعته بالوصايا الأخلاقية والأحكام الشرعية، ومنها التراث الروائي والأدعية المأثورة وتفسير القرآن الكريم المنسوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جناب دكتور ماجد على هذا التقديم والإلقاء، ولن نفتح باب النقاش لأن البحث ليس للدكتور. تفضل جناب الشيخ. معذرة انقذ قضية وقت ان شاء الله. عفوا تفضل. ثلاثين وتسعه ثلاثه واربعه بلا زحمه عليك. طبعا الشيخ محسن انا اشد عليه دي والله يوفقه ان شاء الله، بس اعتقد بالمقدمه صار تدافع بالكلام، احنا نستخدمها بالحوزه يعني، لان هو من جهه يقول نظر المقطع الزماني الخطير الذي عاشه عليه السلام الامام الحسن العسكري، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول واعلن ولاده ابنه سلام الله عليه. الوضع كان جدا خطير، أنا يقول علماء يقولون سعد الله قلب الإمام كيف حافظ على الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى أن ولادة الإمام يعني عفوا حمل الإمام لم يظهر على السيد المقدس النرجس، يعني هاي قضية إلهية طبعا. فأشوف أنه
أعلن عن ولادة ابنه قوي يعني، يعني ما تناسب يعني ما فعل الإمام، كان اتبع طريقة جليلة في التنصيص على ولد الإمام المهدي، مثل يبعث شيء بيده إلى خواص أصحابه ويقول لهم أرسل لكم ولدي وخليفة بعد خواص فقط. أشوف كلمة أعلن يعني ما تناسب ذاك الضرورة. وجزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم سماحة الشيخ على هذه الالتفات اللطيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أنا عندي سؤال للجنة التي تنتخب البحوث. الدكتور ليس اللجنة، اللجنة التي تنتخب البحوث، يا ترى الآن كان البحث الأول يعني وإن كان حرمنا من استماع له، البحث الأول كان عنوانه مرتكزات الشخصية القيادية للإمام العسكري، وهذا البحث عنوانه سياسات الإمام الحسن العسكري للقيادة. فأسأل اللجنة يا ترى هل هناك فرق بين البحث الأول والبحث الثاني، لأنه ظاهرا العنوان واحد وإن كان فيه تقديم وتأخير. اللجنة هنا حتى لا نقع في سماحة الشيخ، اللجنة هنا لتقديم الباحثين والمداخلات، ليس لكم الأمر. اللجنة العلمية هي التي طلعت على البحوث ودققتها. لكنا وقعنا في مشكلة التكرار لو كان البحث واحد. نعم، تقبل البحوث التي يعني تنال درجة 70 فما فوق. أنا مشكلة بغض النظر إذا كان فيها تشابه أو غير تشابه. شكرا جزيلا. المعالجات مختلفة، قد العنوانات تتشابه ولكن معالجات الباحثين الاستفهام بسبب غياب البحث الأول. نعم. وإلا كان يعني الموضوع سهل. نعم. شكرا دكتور ماجد. البحث الآخر، المنهج التربوي الفقهي عند الإمام الحسن العسكري وأثره في بناء الفكر الإنساني، للباحث وئام علي خميس. والبحث الذي بعده دراسة الشاهد القرآني عند الإمام الحسن العسكري في كتابه إلى إسحاق النيسابوري نموذجا، وقد نقل هذان البحثان في الجلسة البحثية الخاصة بالباحثات التي أقيمت صباح هذا اليوم في قاعة القاسم عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة. هناك مداخلة لجناب السيد الدكتور عباس الموسوي، تفضل. شكرا جزيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبدو أن شيخنا الأستاذ الفاضل الموقر الشيخ علي محان قد لقي من إشارة الباحث الفاضل الدكتور زيارة، لقي نصبا حين سمع أن المتوكل كان يتردد على إمامنا عليه السلام. وفي هذه المداخلة كنا أنا والأستاذ الفاضل الدكتور حسن نتداول فيها، فلا بد أن نقول فيها شيئا حتى لا تمر مرور الكرام، ونحن نعضد ما طرحه فضيلة الشيخ الذي نتعلم منه في كل مداخلة. عندما ولي المتوكل خلافة السابق له، أقصد خلافة العباسيين للأمويين، عندما أصبح المتوكل خليفة في هذه السنة التي هي سنة 232، هي نفسها سنة ولادة الإمام العسكري عليه السلام، حتى نعرف الفارق في وعندما أصبح الإمام العسكري إماما يعني في سنة إمامته، كان المتوكل قد هلك وشبع موتا، ومرت على موته 7 سنين. أما إذا كان المروية تحيل إلى أنه كان يتردد عليه في قبل سنوات إمامته، فلما لا يتردد على الإمام المعصوم في ذلك الوقت وهو إمامنا الهادي عليه السلام؟ يعني حتما القضية فيها إشكال، ولا يحسن السكوت دون أن نقول فيها شيئا. وفق الله الباحث، وفق الله شيخنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلطفت علينا بنسائم من سيرة الإمام بهذه المداخلة المختصرة الجميلة، أحسنتم جناب الدكتور. كلما غصنا بعلم الإمام لن نصل إلى مكنوناته الذي وصف بعيبة العلم، مستودع العلم.
هذا ما أجادت به عقول الباحثين، مشكورون عليها كثيرا. والسلام عليك يا سيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري، والسلام على الحضور الكرام. المنصة تنتقل إلى عريف الحفل دكتور عادل الكركوشي. شكرا لاستماعكم وصوركم علينا. وافر الامتنان للسيد رئيس ومدير الجلسات البحثية، للأخ المقرر في هذه الجلسات، وافر الشكر للسادة الباحثين فردا فردا لمن جادت أقلامهم في خدمة الولاية والإمامة والنبوة. لا بأس بأن نشيع هذا المجلس في الصلاة على رسول الله وآله. إن كنت محمد وآل محمد، إن كنت ترجو الفوز يوم الموعد لتنال في الجنات أشرف مقعد، لا تنس ذكر الآل آل المصطفى عند الصلاة على النبي محمد. عند أحبتنا، ونحن في هذه الأجواء الإيمانية النبوية العلوية المباركة والرحلة الكبيرة المفعمة في واحات الإمامة والولاية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وكما تعلمون بأن لكل شيء نهاية، ويعز علينا أن ينتهي هذا الجمع المبارك في قسم التربية والتعليم العالي. حتما أننا نرغب بأن نعقد مثل هذه أو تعقد مثل هذه الجلسات الخاصة بالإمامة، ليتشرف بها القسم وليستزيد منها في كل حين. نهاية هذا اليوم المبارك هو تكريم الأخوة الباحثين والمسهمين في هذا اليوم، فليتفضل السيد رئيس جامعة الكفيل الدكتور نورس محمد شهيد الدهان إلى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. فليتفضل الأستاذ الدكتور عبد الإله عبد الوهاب العرداوي ليتسلم شهادة الشكر والتقدير عن بحثه أسلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام في القنوت. الدكتور عادل محمد زيادة عن بحثه الموسوم إطلال على جانب من فقه الإمام العسكري من خلال رواياته في العقود. الدكتور ماجد ناصر النائلي النائب علما وأداء عن الشيخ محسن مظاهر شعبان. شكرا جزيلا للسيد رئيس جامعة الكفيل الدكتور نورس محمد شهيد الدهان. الآن فليتفضل رئيس جامعة العميد الدكتور جودة نور الجشعمي محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. الآن مع السيد رئيس الجلسات البحثية الدكتور سيف طارق العيساوي. الدكتور يعمر رحيم حسين الطائي مقرر الجلسات البحثية. والآن نعاود التكريم للأخ الدكتور ماجد ناصر النائلي لموقفه في مساعدة الباحث الكريم والتكفل في أداء البحث أو تقديمه. شكرا للأستاذ الدكتور رئيس جامعة العميد جودة نور الجشعمي. والآن الشكر، كل الشكر لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة. الشكر، كل الشكر للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة.
خير ما نختم به الصلاة على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم بإذن الله تعالى في أسبوع إمامة ثالث إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.